بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منیب احمد ولد محمد منیر، تسی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تہاڈا نکاح تمثیلہ طارق دختر چودھری طارق محمود اس بچے نال کیتا برائے حلالیت بزوجیت تے بحکم خداوندی و شرع محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بمقابلہ حق مہر 10,000 روپیہ موجل. تمام گواہاں دی موجودگی کیا تہاڈا نکاح قبول ہے؟ منیب احمد صاحب، تہاڈا نکاح تمثیلہ طارق دختر چودھری طارق محمود اس بچے نال کیتا برائے حلالیت وزوجیت دے بحکم خداوندی و شرع محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بمقابلہ حق مہر 10,000 روپیہ موجل. تمام گواہاں دی موجودگی کیا تہاڈا نکاح قبول ہے؟ منیب احمد، تہاڈا نکاح تمثیلہ طارق دختر چودھری طارق محمود اس بچے نال کیتا، کیا تہاڈا نکاح قبول ہے؟ الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إله العالمين، جو نکاح مسنون پڑھا گیا، دو خاندان آپس میں ملے، مولا کریم ان کا باہمی ملنا باعث خیر و برکت بنا.
मौले करीम मियाँ बीवी की आने वाली ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फरमा, सुन्नत नबिया के मुताबिक ज़िंदगी के तमाम मामलात करने की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन इनकी आने वाली नस्ल में खैर और बरकत अता फरमा। मौले करीम नज़र बद से, शले अशरार से इन सबको महफूज व मामून फरमा। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सैयदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर रहीमीन।